أصدقائنا الأعزاء، اليوم نصطحبكم بجولة إلى منتجع جيرموك السياحي. منتجع جيرموك تبعد ما يقارب 175 كيلومتر عن العاصمة الأرمينية يريفان، وتعتبر من المناطق الجميلة جدا في أرمينيا، ومن المناطق السياحية الذي يفضله السواح كثيرا، كونه يتواجد هناك المياه المعدنية الساخنة والشلالات جيرموك والبحيرة الصغيرة المتكونة من تساقط مياه الشلالات. تتطلب الرحلة إلى هذا المنتجع 3.5 ساعات تقريبا للوصول إلى هذه المنطقة، والسبب لأنه حسب قوانين المرور في أرمينيا لا يسمح للسيارات بالتنقل أو السير في الطرق الخارجية بسرعات عالية. والسبب الثاني هو تواجد المنتجع في منطقة جبلية، ويتطلب منا خلال جولاتنا أن نسير ما يقارب 2 أو 1.5 ساعة بين الجبال والوديان. وعموما جولاتنا تبدأ في أرمينيا 10:00 وتستمر حتى 4:00 أو 5:00 أو 6:00 حسب المسافة التي تتضمنها الجولة. بالنسبة لجولات جيرموك تبدأ الزيارات فيها عموما 7:00 أو 8:00 أقصى شيء، لقضاء أطول وقت ممكن في هذه المنطقة الجميلة. الآن هنا نشاهد منطقة جيرموك. في هذه المنطقة تتواجد معارض صغيرة لفنانين وهنا مثلا نشاهد المياه المتساقطة من هذه الأنابيب، وهنا أحد فناني أرمينيا المشاهير يرسم ويعرض أعماله الفنية هنا. على هذا الجانب موجود فندق حيات بالاس. هنا في هذه المنطقة تتواجد المياه الساخنة. هذه المياه تنبع من عيون وتصل درجات الحرارة فيها من 23 درجة مئوية والعين الآخر 35 درجة و45 درجة. أحر عين ينبع منه المياه المعدنية الحارة 55 درجة. منطقة جميلة جدا. هنا نشاهد البحيرة الصغيرة المتواجدة في جيرموك. طبعا هذه البحيرة تكون بحالة انجماد في فصل الصيف، في فصل الشتاء عفوا. طبعا هذا يوم مميز في أرمينيا، وهو عيد رش
الماء، عيد رشاش الماء، أحد الطقوس اللي يحتفلون بها في عموم أرمينيا، ويصادف في فصل الصيف. نترككم مع بعض هذه المشاهد من الاحتفالية بهذا اليوم الجميل والذي يصادف في أيام الصيف. والآن سنتوجه إلى شلالات جيرموك. إنها شلالات متواجدة في نفس هذا المنتجع. طبعا في فصل الشتاء من الصعوبة الوصول إلى هذا الشلال لكون تواجده في وادي عميق، يكون الطريق عموما مقفل بسبب تساقط الثلوج الكثيرة. هذا الوادي طبعا ما يقارب 150 متر عمقه أو 160 متر، فمن الصعوبة الوصول إلى الشلالات، لكن كثير من السواح يفضلون المجيء إلى منتجع جرموك شتاء للاستمتاع بمشاهد الثلوج. هذه هي الشلالات. أصدقائنا الأعزاء، نشكركم لحسن المتابعة، ونأمل منكم أن تقوموا وتساهموا معنا بنشر تقاريرنا المصورة ليتسنى لأكبر عدد من أصدقائنا ومتابعينا من مشاهدته والتعرف على معالم أرمينيا. شكرا وإلى اللقاء في تقارير أخرى.